السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس اليوم هو الإعلال في مادة اللغة العربية تخصص لطلبة الفرع الأدبي. سيتم تقسيم هذا الدرس إلى جزئين. الجزء الأول هو الإعلال بالقلب وهو ما سيتم شرحه في هذا الفيديو، والإعلال بالحرف سيتم شرحه في الأيام المقبلة. بداية لابد من معرفة الصيغ المحتملة للسؤال الوزاري على الإعلال سواء كان بالقلب أو الحرف. طبعا في طرق مختلفة أو عدة صيغ للأسئلة. السؤال الأول ممكن يكون على صيغة استخرج من النص كلمة حصل فيها إعلال بالقلب أو إعلال بالحرف، وهو سؤال مكرر. وضح الإعلال في كلمة، كذلك سؤال مكرر. ما نوع الإعلال في كلمة؟ أسند الأفعال الآتية إلى ضمير. ميز الهمزة المنقلبة من غيرها في الكلمات الآتية. علل. اختر الإجابة الصحيحة. ما الحرف الذي قلب أو حذف مما تحته خط؟ صيغ متعددة مختلفة، لكن يجاب عنها بسهولة لأنها تدور حول فكرة محددة إذا فهمت الفكرة الرئيسة. ما المقصود بالإعلال؟ الإعلال كلمة مأخوذة من حروف العلة، يعني العلاقة الوطيدة بينها وبين حروف العلة. لاحظ أنه هو تغيير يجري في أحد أحرف العلة، يعني أنا كل شغلي راح يكون مع أحرف العلة. كيف راح يكون شغلي مع أحرف العلة؟ إما بقلبها أو حذفها. كيف يعني قلبها؟ يعني راح نلاحظ في معظم الأحيان أنه الألف ليست أصلية، إنما هي منقلبة عن حرف، إما هو واو أو ياء. حرف العلة الألف هو حرف علة منقلب عن واو أو ياء، مثل كان. كان في عندي حرف العلة ألف، لكن أصله واو، بدليل أن المضارع منه يكون، أصلها كان يكون. إذن الواو، إذن هم في عندي إعلال بالقلب. رح نفصل هذا الكلام في حالات الإعلال بالقلب. الطريقة الثانية إعلال بالحرف. شو المقصود من اسمها إعلال بالحرف؟ يعني أنه أنا بدي أعمل على حذف حرف العلة. حرف العلة اللي بيكون موجود عندي في بعض الكلمات بتم حذفه، مثل صل. ممكن انها تكون الفعل تاعها وصل، الفعل تاع صل وصل. طب وين راح حرف الواو؟ حرف الواو هو حرف علة تم حذفه. هاي المقصود بالقلب والحذف. قلب يعني اني حولت حرف العلة لحرف علة اخر، حذف اني حذفت حرف العلة. طيب السؤال اللي بعده، ما الفائدة من الإعلال؟ لماذا ندرس الإعلال؟ ماذا نستفيد من هذا الإعلال؟ هناك عدة فوائد للإعلال. الفائدة الأولى مراعاة لمناسبة الحركة والتجانس الصوتي. الحالة الثانية طلبا للخفة عند النطق. طبعا في بعض الكلمات لما أخلي الحرف العلة مثل ما هو بدون تغيير راح يكون عندي ثقل في لفظ الكلمة، لذلك لابد من الإعلال حتى يصير في عندي خفة عند النطق. أو تخلصا من التقاء الساكنين، لأن التقاء الساكنين باللغة العربية أمر مرفوض. نيجي على طبعا الفائدة من الإعلال، هي مدخل للإعلال، هي مجرد أنه معرفة أنه لماذا ندرس هذا الإعلال أو لماذا ندرس هذا الدرس. لكن الأمر المهم عندي أنه نعرف ما هو الإعلال بالقلب. طبعا ما رح أبين معنى الإعلال في البداية، بدي أميز لك أنه كيف بدي أستخرج الإعلال. قبل ما ندخل في موضوع الإعلال بالقلب بدنا نعرف كيف بدنا نستخرجه من النص. استخراج الإعلال بالقلب من النص، طبعا سؤال حكينا مكرر، له عدة طرق. يعني طريقة كشفه سهلة وبسيطة لحتى أعرف إنه هاي الكلمة حذف فيها إعلال بالقلب. بيكون في عندي نص بيحكوا لي استخرج من النص كلمة حذف فيها إعلال بالقلب. لحتى أعرف إنه هاي الكلمة حذف فيها إعلال بالقلب عندي أربع خيارات. الخيار الأول أدور على فعل، ركز معاي، بدي أدور على فعل، هذا الفعل في وسطه أو آخره ألف. الفعل إذا كان في وسطه أو آخره حرف الألف اعرف إنه هاي الكلمة حدث فيها إعلال. الكلمة فيها إعلال أكيد فيها إعلال، زي قال، كلمة وسطها ألف إذا فيها إعلال. كان فعل وسطه ألف إذا فيها إعلال. زان فعل وسطه ألف إذا فيها إعلال. كذلك دعا، تدا، اغتدى، أفعال آخرها ألف برضه راح يكون فيها إعلال. طيب دورنا على فعل في النص وسطه أو آخره ألف ما كان موجود، بنروح على الحالة الثانية. الحالة الثانية بحكي لي دور على اسم، اسم في وسطه أو آخره ياء مشددة. إذا ما كان عندي فعل وسطه ألف، لا، بدور على اسم. الاسم شرط أساسي يكون في وسطه أو آخره ياء مشددة، مثل منسي،
هين مرضي. لاحظ انه هون الياء عندي الياء المرضي ومنسي في اخرها مشدده. هين لاحظ انه وسطها في عندي ياء مشدده. بهاي الحاله كنت متاكد 100% انه فيها اعلان بالقلب. طبعا في حالات شاذه، في عندي استثناء لبعض الكلمات راح نطرحها اثناء طرح الحالات، راح ناخذها لما نطرح الحالات، لما ناخذ كل حاله على حده راح نحكي استثناء بعض الكلمات. طيب دورنا على اسم وسطه واخر ياء مشدده ما كان موجود عندي، بروح على الحاله رقم 3. فعل او اسم هالمره يكون في عندي وسطه واخر ياء بس بدون شده. لاحظ هنا اسم وسطه او اخره ياء مشدده، لكن هون فعل او اسم في وسطه واخر ياء لكن مش شرط الشده. في عندي ميراث وسطها ياء، ميثاق وسطها ياء، رضيه وحظيه اخرها افعال اخرها ياء. اذا بهاي الحاله بعرف انه هدول الكلمات كذلك صار فيهم اعلان، اذا في عندي اعلان بالقلب بهاي الكلمات. طيب ما كان عندي فعل وسطه او اخره الف، ولا اسم وسطه ياء مشدده، ولا فعل او اسم وسطهم او اخرهم ياء. بروح على اخر حاله اللي هي الهمزه، الهمزه كذلك فيها اعلان، همزه في وسط الكلمه. إذا كانت الكلمة في الهمزة في وسط أو آخر الكلمة كذلك إنه تدخل في باب الإعلان، مثل كلمة قائل، قائل وسطها همزة إذا هناك إعلان، فائز وسطها همزة إذا هناك إعلان بالقلب، شفاء الغناء كلمة همزة متطرفة في آخر الكلمة إذا كذلك فيها إعلان، خمائل كذلك همزة في وسط الكلمة إذا تعتبر إعلان بالقلب. إذا لما بدي أجي أستخرج آلية معرفة الاستخراج لازم يكون في عندي حالة من الأربع حالات لحتى أكون متأكدة إنه هاي دخلت في باب الإعلال بالقلب. ميزناها، استخرجناها، عرفنا كيف نستخرج واحد من هدول الحالات الأربعة بيكون في عندي إعلال بالقلب. طيب نروح للإشي اللي بعده، الإشي اللي بعده بيحكوا لنا حالات الإعلال بالقلب. الدرس المهم، موضوع المهم، ما هي حالات الإعلال بالقلب؟ هي عبارة عن قواعد بدي أطبقها، إذا فهمنا تطبيقها بنعرف حل الإعلان بشكل بسيط وسهل. الحالة الأولى للإعلان بالقلب، لاحظ إحنا مدخلين في إعلان بالقلب، يعني نحول حرف علة لآخر. قلب الواو أو الياء ألف، يعني أنا راح أعطيك كلمات فيها ألف أو فعل يكون فيه ألف. هذا الألف تلقائي، أنت بدون أي تفكير بدك تعرف إنه هاي الألف إما عبارة أصلها واو أو ياء. بدك تكون على ثقة انه انا فعل اللي بعطيك اياه في وسطه او اخره في الف، اعرف انه اصل هاي الالف اما ياء او واو. ولاحظ انه هاي الحروف الواو او الياء رح تكون متحركة. شو اذا تحرك احداهما؟ المقصود او الواو او الياء اذا كانوا متحركة، الواو وقعت متحركة والياء وقعت متحركة، وكذلك الحرف اللي قبل الواو والياء لازم يجي عليه فتحة، لازم يكون مصبوغ بفتحة. هاي القاعدة راح تكون فيها إعلان بالقلب، هاي القاعدة رقم واحد للإعلان بالقلب. راح نحول الألف، إذا كان فعل عندي ألف وسط أو آخر الفعل ألف، هذا الألف عبارة عن واو أو ياء، الواو والياء لازم تكون متحركة وما قبلها سبق بفتح. راح نفهم هالكلام بعد شوي من خلال الجدول، لكن المطلوب مني لاحظ ان انا بحكي لك الالف لازم تكون اصلها واو او ياء، بدك تكون على ثقه انه اصل الالف مستحيل يكون الف، اصل الالف بده يكون عندي بالفعل منقلب عن واو او ياء. انت المطلوب منك اذا عرفت تستخرج لي شو اصل الالف، اذا عرفت شو اصل الالف بكان وصان وباع واهتدى واختدى، عرفت القاعده الاولى، امورك في القاعده الاولى بتكون 100%. يعني تعال على الفعل كان، كان فيها الف لكن هاي الالف انا خلص تاكدت انه هاي الالف مش اصليه، لازم تكون اما واو او ياء. طب كيف بدي اعرف؟ انا كيف بدي اعرف شو اصل الالف؟ من وين بدي اجيبها؟ في عندي عده طرق، في عندي عده مفاتيح لمعرفه اصل الالف، ماشي؟ انا متاكد انه هاي الالف حكينا اما واو او ياء، لكن شو الطرق اللي بدي اتاكد منها؟ كيف بدي اتاكد من حلي انه هاي الف عباره عن واو او ياء؟ عن طريق الفعل المضارع. طبعا هاي حالات انه انت بتحفظها لحتى تعرف انه كيف بدي اعرف شو اصل الالف. الحاله الاولى والمعتمده واكثر استخدام ومعظم الحالات يتم اكتشاف اصل الالف من خلالها هي الفعل المضارع. الفعل المضارع اذا اعطيتك فعل وسطه الف او اخره الف، من خلال الفعل المضارع بتعرف شو اصله. يعني قال، تعال على قال، الفعل المضارع منها يقول، لاحظ الواو هي عباره عن الالف هون، اذا الواو هاي الالف عباره عن واو، كانت واو في الاساس هي واو. باع يبيع، لاحظ انه الياء اللي هون هي الالف اللي هون، اذا حولنا قلبنا حرف العله الياء الى الف. دعا الف في اخر الفعل. لاحظ لما جبت المضارع طلع معي يدعو، لاحظ انه الواو قلبت الى الف. هاي القاعده الاولى اللي بنحكي عنها انه الالف بدنا نعرف شو اصلها. طيب اذا انا حاولت اجيب الفعل المضارع،
هل انه خلص انه اموري تمام، امورك تمام، اذا عرفت شو اصل الالف خلص امورك تمام. طيب لو جبنا افعال، مثلا لو جبت لك الفعل نام، لو حطينا هنا الفعل نام وحكيت لك بدي منه نعرف شو اصل الالف، راح تيجي تحكي لي نام يا نام. طب يا نام الالف ضلت مثل ما هي. لاحظ انه كمان مره نام مطلوب مني اعرف اصل الفعل. طب نام المضارع منها ينام، الالف ما انقلبت ضلت الف، معناته حل غلط، في إشي غلط، معناته المضارع عندي هون ما فادني. بروح بستخدم حاله ثانيه، الحاله الثانيه بدي استخدمها المصدر. تعال نشوف المصدر، شو هو المصدر؟ المصدر يعني احكي لك قام بعمليه كذا. لما اجي على نام، نام قام بعمليه النوم. لاحظ انه اذا هون انقلبت ولا ما انقلبت؟ نام نوم. لاحظ انه الواو انقلبت الى قلبت الى الف، يعني اصل الالف عندي هون واو لانه المصدر تاعها نوم. طيب ساعة، اذا في بعض الحالات الاستخدام الاول بكل الفعل المضارع، لكن بعض الحالات بلجأ للمصدر او المجرد او مصدر المره. مثلا المصدر سعى، لاحظ انه لو جبنا الفعل المضارع منها يسعى برضه ما فادني، سعى يسعى ضلت الالف مثل ما هي ما استفدت منها، لكن لما جبت المصدر قام بعمليه السعي، لاحظ انه السعي الياء، اذا هون الف، لاحظ انه الياء عندي قلبت الى الف. لو جبنا مضارع ما كان استفدت لانه يسعى ما اختلفت، بينما السعي لما جبت المصدر قلبت الياء الى الف. مشى، لو جبنا المضارع ضابطه مع يمشي، لكن هون انا جبت المصدر مشي، لاحظ انه الياء قلبت الى الف. رضوان، لاحظ انه قام بعمليه الرضوان قلبت الواو الى الف. يعني بعض الحالات انه نستخدم فيها المصدر اذا ما زبط معي الفعل المضارع، اذا ما زبط. طبعا انا ما بحكي لك استخدم رقم 1 و2 و3 و4، لا، انا بدي استخدم حاله واحده، الحاله الواحده اللي بدي استخدمها هي الفعل المضارع، لكن اذا ما زبطت معي حسناها انه لا ضل الالف مثل ما هو، بنزل للي بعدها اللي هي المصدر. في حالات تانية اللي هي المجرد، احنا طبعا اعتمادنا الاول على الفعل المضارع والمصدر، الفعل المضارع رقم 1 القمة، بعد ذلك بنروح اذا ما فادنا بنرجع للمصدر. المجرد ومصدر المرة مش دائما بنستخدمه، او حالاته بسيطة جدا بنستخدم فيها، احنا حكينا بدنا نضلنا شغالين على الفعل المضارع. المجرد يعني جذر الكلمة، شو اساس الكلمة، شو الحروف الاصلية بالكلمة، مثلا زيزانة اصلها زينة، كان اصلها كونة، لاحظ انه الحروف الاصلية كونة، الواو هي اللي انقلبت، الواو اساسها او قلبت الى الف، زينة الياء قلبت الى الف. الحالة الاخيرة ممكن اعرف من خلال مصدر المرة اللي هو على وزن فعلة، نام نومة، باع بيعة، دعا دعوة. لاحظ انه هون من خلال مصدر المرة قلبت، او اسم المرة قلب الواو الى، قلبنا الواو الى الف، كذلك في البيعة قلبنا الياء الى الف. برجع بكرر الموضوع الاسهل بالنسبة لي كوني طالب ادبي اني ارجع للفعل المضارع، الفعل المضارع كثير بسيط وسهل، اسهل من اني اجيب المجرد او مصدر المرة. في بعض الحالات اذا ما زبط معي بلجأ لاستخدام المصدر. برجع للقاعدة، القاعدة شو بتحكي لي؟ قلب الواو او الياء الف، اذا انا بدي اعرف شو اصل هاي الالف، بدي اعرف اصل الالف اما واو او ياء من خلال استخدام الفعل المضارع. نيجي للقاعدة الاولى نطبق عليها. في عندي الافعال كان، قال، باع، مشى، دعا، اختبى، بدنا نعرف شو الاعلال اللي صار بالكلمة. لاحظ انه السؤال تاعها بيكون في الوزارة يا مس، انه بيحكي لنا انه بين الاعلال في الكلمات الاتية، وضح الاعلال في الكلمات الاتية، ما نوع العلاج في الكلمات الآتية، ما التغيير الذي طرأ في الكلمات الآتية، كله إجابتها نفس الإجابة إذا عرفنا نعبي هذا الجدول. لاحظ أنه المطلوب مني حتى أعرف قاعدة الإعلال أبين 4 نقاط أساسية، لازم أعرف الأصل، الدليل، سبب الإعلال أو شرح هذا الإعلال، ونوع الإعلال. النقاط 4 بتساعدني أجاوب على اي سؤال يتم طرحه في الاعلال. اذا عرفت اجاوب هدول 4 او اجيب هدول 4 نقاط، انا بكون عرفت تمكنت 100% من الاجابه على سؤال اعلال بالقلب. طيب نيجي على كان، بحكوا لي اصلها، شو يعني اصلها؟ اصلها يعني هاي الالف، هاي الالف قبل ما انها تصير الف شو كانت؟ انا حكينا احنا خلص عرفنا انه الالف اما منقلبه عن واو او ياء، اصلها اما بده يكون واو او ياء. هون مكتوب لي انه اصلها واو، طب كيف عرفت انه اصلها واو؟ ليش اخذت اصلها واو مش ياء؟ لانه لما جبنا المضارع دليلي، حكينا دائما دليلك يكون معك هو فعلة المضارع، لما جبنا كان المضارع منها يكون، لاحظ انه الواو، الواو هي الالف، اذا هنا قلبنا الواو الى الف،
اللي صار فيها انه قلبت هاي الواو الى الف، اذا هي اساسا واو لكن تم قلبها الى الف. طب نرجع هون لاصلها، لاحظ كان شلت الالف، لما احكي لك اصلها شو يعني اصلها؟ يعني بتاخذ هذا الكلمه اللي انا معطيك اياها، الفعل اللي انا معطيك اياه، بتشيل حرف الالف وبتحط لي شو الحرف اللي مكان الالف اللي هو اما واو او يا، هاي اصل الكلمه. هون حطيناها اصلها واو لانه عباره مضارع منها يكون. لاحظ انه انا لما اجي اقراها كونا كونا، لاحظ انه الواو متحركه وسبقت بفتح، شرط اساسي يجي قبلها فتحه. لاحظ انه الواو متحركه وسبقت بفتحه. طب ما دام الواو متحركه وسبقت بفتح، شو لازم نقلب هاي الواو؟ قلبت الواو الى الف. طب شو القاعده؟ اذا انا عرفت اصلها، اصلها شلنا الالف وحطينا واو. طب ليش؟ لانه ديلي كان يكون، الواو منقلبه عن الواو قلبت الى الف. طب شو سببك؟ ليش عملت هيك؟ ليش حولت لي الواو؟ ليش ما خليتها واو؟ ليش حولنا الواو الى الف؟ شو السبب؟ شو التعليل للموضوع؟ شو الشرح للموضوع؟ بحكوا لنا لانه هون تحركت الواو. لاحظ معي، رجع على الاصل كوانا. لاحظ الواو متحركه ولا مش متحركه؟ في عليها حركه، متحركه وسبقت بفتح، الحركه اللي قبلها لازم تكون فتح، فقلبت هاي الواو قلبت الى الف. هاي الاعلان اللي صار عندي بالكلمه. ارجع اعيد، في عندي كان اصلها كونه. طب كيف عرفت اصلها كونه؟ عرفنا اصلها كونه لانه جبت المضارع. في معي دليلي، ما بصير انه انا احل بدون دليل. دليلي يا عم الفعل المضارع، جبت الفعل المضارع كان يكون، اكتشفت انه هاي الالف كانت بالاساس واو. اذا قلبنا، احنا عملنا اللي عملناه انه قلبنا هاي الواو الى الف. انا قلبت الواو الى الف، انا بعرف انه فيها قلب لانه قلبت، حولت الواو الى الف. طب شو السبب؟ شو سببك لهاي القاعدة؟ ليش عملت هيك؟ السبب بحكينا لأنه الواو متحركة وسبقت بفتح، فقلبنا هاي الواو إلى ألف. أفهم؟ بعدين احفظ، احفظ وطبق هذا الكلام مكرر على كل مثال وسطه، كل مثال فعل وسطه ألف أو آخره ألف، قاعدة مكررة. بدي أكرر هذا الكلام دائما. نيجي على نوع الإعلال. طب أنا بحكي لك هون قلبنا، مش بحكي لك قلبنا الواو إلى ألف، إذا شو نوع الإعلال؟ قلب. شو اللي قلبته؟ قلبت الألف إلى واو ولا الواو إلى ألف؟ لا، قلبنا الواو إلى ألف لأنه أصلها كان واو، بعدها الكلمة أعطتني إياها بالألف، إذا قلبنا الواو إلى ألف. مثال ثاني، قال. قال إحنا وسط ألف، خلص يا عمي، ما دام وسط ألف فيها إعلال بالقلب، ما دام الفعل وسط ألف إذا في إعلال بالقلب. طب شو القلب اللي صار بالموضوع؟ القلب اكيد بحرف الالف، الالف اما بدها تكون واو او بدها تكون يا. طب شو اصلها؟ برجع الكلمه نفسها، بدي اصلها، اصلها يعني شيل الالف وحط لي يا واو يا يا. شلت الالف حطينا مكانها واو. طب ليش حطيت واو يا مس؟ لانه بيحكوا لنا انه المضارع من قال يقول. طب قال يقول، لاحظ انه شو طلع معي؟ اصل الالف واو، اذا الواو قلبت الى الف، قلبنا الواو الى الف. لاحظ لما نلفظها قولا، الواو متحركه وسبقت بفتح، ما دام الواو متحركه وسبقت بفتح اذا تقلب الواو الى الف، كلام مكرر، خلص بدنا نصير نحفظ هذا الكلام. طب شو نوع العلال؟ ما احنا بنحكي قلبنا، ما دام انا قلبت، ما دام حرف العله موجود هون وموجود هون، اذا قلبنا غيرنا، قلبنا الواو الى الف، اذا اعلال بالقلب، قلب الواو الى الف. المثال اللي بعده باء، تعال نطبق مع بعض. باء اصلها بيع. طب ليش بيع؟ ليش اصلها ياء مش واو؟ لانه جاب الدليل، حكى لي دليل يا عمي يبيع. لاحظ انه الياء اللي هون قلبناها وحولناها لالف، اذا اصلها يبيع، اصلها ياء قلبناها وحولناها لالف، صارت بيع. الياء متحركة وسبقت بفتح، ما دام الياء متحركة وسبقت بفتح إذا في عندي إعلان، خلص إنه صار في عندي إعلان بالقلب. السبب لأنه الياء متحركة وسبقت بفتح، الياء متحركة سبقت بفتح، إذا قلبنا الياء إلى ألف. نوع الإعلان كالعادة إعلان بالقلب، لكن مش قلبنا الواو، لحظة هنا قلبنا الواو إلى ألف، هنا لا، قلبنا الياء إلى ألف. نشتغل على مشى، نحاول نحلها مع بعض. مشى فعل آخره ألف. طيب هاي الألف عبارة عن واو أو ياء. لاحظ إنه طلع معك أصلها ياء. طب ليش أصلها ياء؟ لأنه المضارع دليلي معي دليل، بحكي لي إنه المشى فعل الماضي مشى، المضارع منه يمشي. لاحظ إنه انتهت بياء. ما دام انتهت بياء إذا أصلها بشيل الألف من هون بحط أصلها ياء، لأنه دليلي بحكي لي إنها أصلها ياء، بتصير عندي ماشايا. لاحظ الحركات لازم أحطها. طيب
نيجي على الياء، الياء شو مالها؟ الياء متحركة سبقت بفتح، لاحظ الياء متحركة سبقت بفتح، إذا قلبنا الياء إلى ألف، إعلال بالقلب، شو الحرف اللي قلبنا؟ قلبنا الألف إلى ياء؟ طبعاً لا، الألف هي لازم تكون موجودة، أنا قلبت الياء إلى ألف. نشتغل على دعا. دعا دعا أصلها دعا و، حط لي واو، طب ليش الواو؟ بحكوا لي لأنه المضارع منها دعا يدعو. طيب طلعت معاي واو، الواو هاي حولناها قلبناها لألف، طب ليش قلبت الواو إلى ألف؟ شو سببها؟ شو العذر اللي معك اللي خلاك تقلب الواو إلى ألف؟ لأنه الواو متحركة، هاي الواو عندي متحركة سبقت بفتح، الواو متحركة سبقت بفتح، إذا في عندي إعلال بالقلب، وين الإعلال بالقلب؟ إنه هاي الواو قلبناها إلى ألف، قلبت الواو إلى ألف. لاحظ ان الكلام اللي هون وهون وهون كله هذا حفظ، انا بفهم اول وحده وبحفظ بطبق على الافعال جميعها الوسطها واخرها الف، نفس القاعده بدون تغيير، بس اعرف انه اصل الالف هو واو او ياء وانتهى الموضوع. تعال على اختدى، اختدى بتختلف عن هاي الافعال بشغله واحده، هي انتهت بفعل، لاحظ انه انتهت بحرف الالف، لكن مختلف عن هاي الافعال انها غير ثلاثي، الفعل غير ثلاثي. طيب نفس القاعدة راح نمشي على أعرفها من خلال الفعل المضارع أو من خلال الفعل المضارع. طيب شو بدنا نعمل فيها؟ لو أجيت على اختدى راح تحكي للمضارع منها يختدي. طيب لو أجينا على اهتدى راح تحكي للمضارع منها يهتدي. طب لو أجينا على اصطفى راح تحكي للمضارع منها يصطفي. هي دائما راح تطلع معك يا هون في غلط. إذا بدك تجاوبني هيك إجابة يصطفي ويهتدي ويختدي إجابتك غلط. شو لازم أعمل؟ لازم شباب الفعل المضارع ما بعطيني أصل الألف، الفعل المضارع من غير الثلاثي، فعل مضارع من غير الثلاثي ما بيعطيني أصل الألف، ما بناخد أصل الألف من الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، يجب تحويل هذا الفعل للثلاثي، ما باخده لأنه إذا بدي أخده تلقائي راح تطلع معي ياء، راح يطلع كل الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية راح تطلع معك ياء، لذلك لازم نحوله للماضي، مش هون كنا نشتغل على الماضي، هاي أفعالي كلها مالها ماضي، نفس الشيء اختدى، حولي لي إياها للماضي، اختدى ماضيها غدا، طب شو الماضي منها المضارع من غدا؟ لاحظ أنا ما أخذت المضارع من هون، أخذت المضارع من الفعل الثلاثي، غدا يغدو، لاحظ إنه الألف أو الواو قلبت إلى ألف، إذا الألف أصلها واو وليس ياء، هون لو إجيت طبقت مباشرة كان اختدى يختدي. كان حكيت أصلها يا، كان بدل ما أحكي اختدى و حكيت اختدى يا، هون غلط، كل حلي راح يكون غلط. إذا بدنا نعرف هون معلومة نركز عليها نكتبها، الفعل الغير ثلاثي حتى أعرف أصل الألف الفي لازم نرجعه للثلاثي، من الثلاثي بناخذ المضارع ومن خلال المضارع بنعرف شو أصل الألف. اختدى غير ثلاثي ما بأخذ، ما بحول مباشرة، لا بأخذ ثلاثي، الثلاثي غدا، غدا لما حولناها طلع معي غدو، إذا الواو قلبناها لألف، قلبت الواو إلى ألف. تعال نيجي نكتب أصلها، هون اختدى بدنا نشيل هاي الألف، مش أصلها إنه شيل الألف وحط له الحرف الأساسي، شو معنى أصل الكلمة؟ يعني شيل الألف الموجودة عندك وحط الحرف الأساسي، الحرف الأساسي بما إنه أصله واو إذا بنحطها واو، تعال نلفظها اختدى و، طيب الواو مالها؟ الواو مفتوحة، ما قبلها مفتوح. إذا الواو متحركة وسبقت بفتح لذلك قلبت الواو إلى ألف. نفس الكلام كررنا كمان مرة، اختدى و، لاحظ إنه حطينا أصلها واو لأنه المضارع منها يغدو، حولنا الواو جاي عليها متحركة، الواو عليها حركة وسبقت بفتح، إذا قلبت الواو إلى ألف لأنها متحركة وسبقت بفتح. نوع الإعلال طبعاً إعلال بالقلب لأنه قلبنا حرف الواو إلى ألف. مثال ثاني، في عندي اهتدى، اهتدى حكينا ما بصير أجيبه مباشرة، حتى لو كان صحيح ما بصير أنه أجي أحكي اهتدى يهتدي، لا بدي أشتغل على الماضي تاعه الثلاثي، اهتدى الأسفة الثلاثي لازم نجيب منه الثلاثي، الثلاثي هدى، هدى المضارع منه يهدي، إذا يا ماشي انه المضارع من اهتدى يهتدي، لكن انا ما باخده مباشرة، برجع للماضي للثلاثي، هدى، هدى المضارع منها يهدي، طلعت معي ياء، اذا الياء منقلبة او الياء انقلبت الى الف. طيب
نيجي على اصلها، اصلها بتشيل الالف وبتحط اصلها، شو طلع معي؟ طلع معي يا، اذا بشيل هاي الالف بحط مكانها يا، بتصير اهتدى يا. ومثل الامثله السابقه الياء متحركه سبقت بفتح فقلبت الياء الى الف، الياء متحركه سبقت بفتح اذا قلبت الياء الى الف. نحل مع بعض مضى ونام واصطفى بدون ما اكتبهم حتى تعرف تجاوبهم عندك. تعال على مضى نحلها مع بعض. مضى بدنا نعرف اصلها، اصلها يعني الشيء اللي هاي الالف وحط لي شو اصلها. اصلها ياء ولا واو؟ اكيد اصلها ياء، اذا اصلها مضى ياء، بدليل دليلي انه مضى يمضي فيها ياء، اذا هاي اصلها مضى ياء. وكالعاده تحركت الياء سبقت بفتح فقلبت الياء الى الف. نام كذلك ما راح اجاوبهم حتى تجاوب انت لحالك، نام ما راح اكتبهم، انت بتحاول تجاوبهم وتكتب. نام اصلها نا وما، لكن هالمره دليلي مش المضارع، لانه لو بدي اجيب المضارع ينام ما انقلبت، ضلت الالف مثل ما هي، اذا حلي في خلل، معناته هون دليلي ما بدي اجيبه بالمضارع، نحاول نجيبه بالحاله الثانيه. شو الحاله الثانيه؟ المصدر. شو مصدرها؟ نام قام بعمليه النوم، اذا الواو قلبت عن هاي الواو، الالف اساسها واو، اذا شو اصلها؟ شيل الالف وحط مكانها واو، بتصير نا وما. الواو لاحظ انه الميم متحركه، الواو متحركه وسبقت بفتح نا وما، الواو متحركه سبقت بفتح، اذا في عندي اعلال بالقلب، قلبنا الواو الى الف. كذلك اصطفى، اصطفى غير ثلاثي، ما بشتغل عليه مباشر ولا راح يطلع معي يصطفي، لا بنجيب منه الثلاثي صفى يصفو. لاحظ انه الواو انقلبت عن الواو منقلبه، او الالف اساسها واو والواو قلبت الى الف، لان الواو تحركت اصلها اصطفى و، اصلها اصطفى و، لاحظ الواو متحركه وسبقت بفتح فقلبت الواو الى الف، اعلان بالقلب، قلب الواو الى الف. هاي القاعده الاولى اللي بتحكي لنا مس عن قلب الواو او الياء الى الف. اذا لما نشوف فعل ثلاثي او غير ثلاثي وسطه او اخره حرف العله الف فيها اعلان بالقلب، اكيد راح يكون فيها اعلان بالقلب، اكيد مفتاحنا لمعرفته الفعل المضارع. بعض الحالات اللي ما بتزبط بستخدم فيها المصدر، هاي الحالة رقم واحد من حالات الإعلان بالقلب. الحالة رقم اثنين، قلب الواو أو الياء همزة. ركز معي، قلب الواو، لحد الحالة الأولى شو حكيت لك؟ إنه بدي أقلب الألف، بدنا نقلب الألف إلى واو أو ياء. الحالة الثانية لا، أنا بدي أقلب الهمزة، لاحظ معي إنه أنا بدي أقلب الهمزة. شو بدنا نقلب الهمزة؟ الهمزة رح أعطيك كلمات فيهم همزة، هاي الهمزة مش أصلية، هاي الهمزة منقلبة إما عن واو أو ياء. كيف حكينا الألف منقلبة عن واو أو ياء؟ كذلك الهمزة، الهمزة منقلبة إما عن واو أو منقلبة عن ياء. طيب كيف بدي أعربها يا مس؟ كيف بدي أستخرجها؟ استخراج حكينا، ما دام الكلمة، ما دام عندك كلمة وسطها أو آخرها همزة، اعرف إنه هاي الكلمات فيها إعلال بالقلب، لكن بشروط. الحالة الأولى للإعلال بالقلب، قلب الواو أو الياء إلى همزة، عندي حالتين. الحالة الأولى اسم الفاعل الثلاثي الأجوف. شو المقصود باسم الفاعل الثلاثي الأجوف؟ المقصود فيها يا أدبي إنه اسم الفاعل ماخدينها وعارفينها إنه صارت مكررة بالنسبة لنا. اسم الفاعل هي كلمة على وزن فاعل، اسم الفاعل كلمة على وزن فاعل. ثلاثي أجوف، شو معنى ثلاثي؟ يعني أنا لما أجيت أصيغ من هاي الفعل من اسم الفاعل، أصل الفعل تاعها قائم هو فعل ثلاثي. شو فعل الثلاثي تاعها؟ قام. وشو وسطه؟ وسطه ألف. شو معنى أجوف؟ يعني وسطه حرف علة. ثلاثي الأجوف المقصود فيه ثلاث حروف وسطهم حرف علة. طبعا اسم الفاعل ثلاثي الأجوف، أي اسم ثلاثي أجوف زي قام، زي عادة، زي مالة، زي صام، زي طارة، لا بد من صياغتها بالهمزة. يعني لما بدي أجيب اسم الفاعل منها لا بد أنه ذكر الهمزة فيها. يعني لما احكي لك اعطيني اسم الفاعل من قال، بتحكي لي قائل، لاحظ انه في همزه. طب اسم الفاعل من الثلاثي الاجوف فاضه، شو معنى اجوف؟ يعني وسطه حرف عله، لما يكون في وسطه حرف عله تلقائي لازم يطلع معي باسم الفاعل همزه. احكي لك باع، بتحكي لي بائع. احكي لك قادة، بتحكي لي قائد. لاحظ انه اسم الفاعل لما نصيغه من فعل وسطه حرف عله ثلاثي اجوف بيعطيني همزه.
طيب شو بدنا نعرفه؟ كيف بدنا نعرفه؟ بكل بساطة بتدور اللي على كلمة على وزن فاعل، بندور كلمة على وزن فاعل وسطها هاي أو ثالث حرف منها العد 1 2 3 ثالث حرف يكون فيه همزة، زي بائع فائز صائم. بعرف إنه هاي كلمات حذف فيها إعلال بالقلب، تلقائي بنعرف إنه هاي الكلمة فيها إعلال بالقلب. بائع لاحظ إنها عبارة عن وزن فاعل وثالث حرف همزة، فائز كلمة عبارة عن، في عندي على وزن فاعل وسطها أو ثالث حرف همزة، صائم على وزن فاعل وثالث حرف برضو همزة. شو المطلوب مني أعرف يا مس؟ مطلوب مني أعرف هاي أصل هذه الهمزة. أنا معطيك بحكي لك أصل همزة. أنا مش مخيرك بين أكثر من خيار، أنا يعني معطيك خيارين، تحكي لي أصل الهمزة يا واو يا يا، وأعطيك الطريقة، حكيت لك مفتاحها إنك ترجع لي للفعل المضارع، من خلال الفعل المضارع بتعرف إنه هاي الهمزة أصلها واو أو أصلها يا. يعني قائم شو المضارع منها؟ يقوم. لاحظ إنه أصلها يقوم، إذا أصل هاي الهمزة هو واو. لاحظ الواو أصل هاي الهمزة هو واو. تعال على بائع، الفعل المضارع منها يبيع، إذا أصل هاي الهمزة هو يا. فائز يفوز، لاحظ إنه أصل هاي الهمزة هو واو. صائم يصوم، أصل هاي الهمزة هو واو. طيب مكتوب عندي هنا اسم الفاعل الثلاثي الأجوف. الفاعل لاحظ إنه كلمة قائم على وزن فاعل، وحكينا شو معنى الثلاثي، إنها تصاغ من فعل من ثلاث حروف وسطه حرف علة. طيب في عندي هون لاحظ معي الهمزة، لما بدي أوزنها قائم، لما نوزنها تحت أي حرف جاي الهمزة، الفاء العين أو اللام، لاحظ إنها جاية عند العين. شو يعني وقعت عينا لاسم الفاعل؟ شو يعني عين لاسم الفاعل؟ عين يعني تحت حرف العين، لما وزناها وزناها إجت تحت حرف العين، إذا قائم جاءت الهمزة عينا، الهمزة هون عين اسم الفاعل. كذلك هون قاوم، مش حكينا أصل هاي الهمزة واو؟ لما إجت وزنت قاوم، لاحظ إنه الكلمة هون لما حكينا عن أسباب أو فوائد الإعلال، مش حكينا إنه لتحقيق التجانس الصوتي والخفة عند النطق. لاحظ إنه مين أسهل أحكي لك قائم ولا قاوم؟ أكيد قائم أسهل من قاوم، لهاي الأسباب بنستخدم هذا الإعلال. قاوم لاحظ إنه لما أخذنا المضارع منها يقوم، عرفنا إنه أصل هاي الهمزة، الهمزة أصلها واو. برضو لما وزناها فاعل، لاحظ إنه الواو إجت تحت أي حرف؟ تحت حرف العين، إذا هي عين لاسم الفاعل. شو يعني عين لاسم الفاعل؟ إنه إجت تحتيها، تحت حرف العين. نيجي على معرفة، لما يحكوا لي وضح الإعلال، وضح الإعلال كلمات وسطها همزة، كلمات على وزن فاعل وسطها أو ثالث حرف فيها همزة، شو بدنا نعمل؟ هل بناخذ نفس القاعدة الأولى لما حكينا إنها لأنها تحركت وسبقت تحركات الواو أو الياء وسبقت بفتح؟ لا طبعا، قاعدة مختلفة تماما. تعال شوف على قائل، نطبق كلمة كلمة. قائل، أنا راح أطبق على قائل وأنت بدك تطبق على صائم وقائد. قائل أصلها، أصلها المقصود في أصلها يا مس إنك أنت بدك تشيل لي الهمزة وتحط لي أصلها يا واو يا يا. أنا معطيك إنه أصلها يا بده يكون واو، يا بده يكون يا. طيب جينا على قائل، المضارع منها مفتاح، ما حكينا مفتاحنا الرئيسي هو الفعل المضارع. قال يقول، لاحظ انه شو اصلها واو، اذا بحذف بشيل الهمزه اللي هون بالاصل وبحذفها وبحط مكانها واو. ليش؟ لانه المضارع منها يقول، الواو عرفنا انه هاي الواو هي اساس الهمزه، هي اللي اجت، هي اصل الهمزه. شلنا الهمزه من هون وحطينا اصلها بالواو، اصلها قاول. طب شو دليلها؟ والله دليل الفعل المضارع انه قال يقول. طيب شو اللي صار معك؟ ليش حولت لي الواو لهمزه؟ شو اللي صاير معك لحتى تحول الواو لهمزه؟ اللي صار معي انه الواو، هاي الواو اللي احنا بنحكي فيها اللي هي نعتبرها على قاول، وقعت عين الاسم الفاعل. لاحظ ان الواو اجت عينا لاسم الفاعل، هي قاعده، الواو دائما راح تيجي لعين الاسم الفاعل. شو الفاعل؟ اسم الفاعل اي اسم فاعل؟ لا، اسم الفاعل الثلاثي الاجوف اللي بيكون وسطه حرف عله. الفعل الثلاثي الاجوف اللي وسطه حرف عله اللي لما اصيغ منه اسم الفاعل بعطيني همزه. اذا وقعت الواو عينا لاسم الفاعل. الاسم الفاعل دائما ثلاثي اجوف، ما عندي حاله ثانيه. فقلبت، لاحظ انه قلبنا هاي الواو الى همزه. كلام مكرر. لاحظ انه في عندي قائل، اصلها قاول، الواو قلبت الى همزه. شو السبب؟ السبب لانه لما اجي اوزنها اعملها على وزن فاعل، بنلاحظ انه الواو وقعت عين لاسم، عينا لاسم الفاعل. الثلاثي الاجوف لانه من قامه من ثلاث حروف وسطها حرف عله، فقلبت الواو الى همزه. طب ما دام حكيت لك كلمه قلبت،
مدام حكيت لك الواو قلبت إلى همزة، إذا نوع الإعلان إعلان بالقلب. قلبنا الواو، قلبت هاي الواو إلى همزة. مثال ثاني، صائم. صائم شو أصلها؟ أصلها صائم. الدليل، دليلي إنه صام يصوم. إذا أصلها في واو، ما دام في واو شلنا الواو وحطناها هون، شلنا الهمزة الموجودة عندي هون وحطناها واو. أصلها صارت إذا صاوم، شو أصلها صار؟ صاوم، دليلي إنه صام يصوم، في عندي واو. طب شو اللي صار؟ ليش حولت لي هاي الواو لهمزة؟ ليش قلبتها لهمزة؟ والله اللي صار إنه هاي الهمزة أو الواو وقعت عين لاسم الفاعل، هي اسم فاعل، وقعت عينا لاسم الفاعل. ثلاثي أجوف دائما، ثلاثي أجوف لأنه صام ثلاثي وسط حرف علة، ثلاثي أجوف. قلبنا الواو، لاحظ إنه قلبنا هاي الواو إلى همزة. قائد، أصلها شو أصلها جماعة؟ قائد، أصلها قاود ولا قايد؟ ما بعرف أجيب أصلها يا عمي. تعال على الدليل، تعال نشوف الدليل. الدليل بيحكي لي قادة، المضارع منه يقيد ولا يقود؟ أكيد يقود. ما دام يقود إذا الواو انقلبت، إنه الواو أصل الهمزة هاي واو، الواو قلبت إلى همزة لأنه قادة يقود، في عندي واو، إذا الواو أصلها هاي الواو قلبت إلى همزة. طب شو السبب؟ ليش قلبت لي قائد هاي قلبنا الهمزة إلى واو؟ ليش قلبناها إلى واو؟ لأنها وقعت عينا باسم الفاعل ثلاثي الأجوف، بالتالي نقلب هاي الواو إلى همزة. طبعا إعلان دائما إعلانه بالقلب اللي هو قلبنا الواو إلى همزة. مثال آخر، تعال على بائع. بائع لما نجيب أصل نشوف شو أصل بائع، إحنا عارفين إنه فيها همزة، مطلوب مني أعرف الهمزة هاي شو أصلها، أصلها واو أو ياء. نشوف على أصلها مكتوب عندي بايع. طب ليش أصلها بايع؟ لأنه نجيب في عندي دليل، ما بشتغل بدون دليل، لازم يكون عندنا دليل لحتى نعرف إنه شو أصل هاي الهمزة، إما واو أو ياء. باع المضارع منها يبيع، إذا أصلها أصل هاي الألف، لاحظ إنه في عندي في ياء هون، في عندي ياء، هاي الياء هي أساس الهمزة. إذا أنا لما قلبت الياء، قلبنا الياء حولناها لهمزة. لما أجي أحكي لك شو أصل الكلمة، أصل الكلمة بتكتب لي إياها مثل ما هي، لكن بنشيل الهمزة، شيل الهمزة، شو أصلها طلع عندي هون بالدليل اللي معاي؟ ياء. بحط الياء، شو أصلها بائع؟ صارت بايع. طيب بايع شو اللي صار فيها؟ شو هالسبب اللي غير؟ شو السبب اللي خلاك تقلب الياء إلى همزة؟ ليش ما خلناها بايع؟ بحكي لي اللي صار إنه بايع، لو ما نوزن كلمة بايع على وزن فاعل، لاحظ الياء تحت أي حرف طلعت معه؟ تحت حرف العين. لاحظ إنه الياء وقعت عينا لاسم الفاعل الثلاثي الأجوف، لأنه الفعل الماضي منها شو حكينا؟ باع، باع، ثلاث حروف وسطها حرف الألف، أجوف. فشو اللي عملنا؟ قلبنا هاي الياء إلى همزة، قلبت الياء إلى همزة. نعيد كمان مرة، لاحظ إنه هون كنا نقلب الواو، الواو قلبت لهمزة، لكن بائع قلبنا الياء إلى همزة. جينا على بائع، بدنا نعرف شو أصل الهمزة، إحنا متفقين إنه أصل الهمزة يا واو يا ياء، ما عندي حل ثالث. طيب ما دام عندي يا 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 واو، نجيب المضارع، دليلي لحتى أعرف مضارع. نيجي على باع، المضارع منها يبيع، لاحظ طلع معاي يا، إذا شو أصلها؟ بنشيل الهمزة من هون وبنحط مكانها يا، صارت عندي بايع. طب شو السبب؟ ليش عملنا كل هالعملية؟ ليش إنه إجت الياء وحولت الياء لهمزة؟ لأنه والله هاي كلمة بايع هي عبارة عن اسم فاعل. اسم الفاعل لما اجينا وزناها طلعت هاي الياء عينا لاسم الفاعل، لما اجينا كتبنا فاعل، لاحظ انه هاي الياء في كلمة بايع اجت الياء عينا لاسم الفاعل، واسم الفاعل هذا كمان اجى نصاغ من فعل ثلاثي اجوف، فقلبت هاي الياء الى همزة. شو نوع الاعلال اللي عندي؟ اعلال بالقلب. طب ليش اعلال بالقلب؟ هي مبينة عندي، في عندي الياء قلبناها حولناها من ياء الى همزة، اذا نوع الاعلال عندي اعلال بالقلب. نطبق على مثال ثاني، نشوف كلمة طائر. تعال نشوف طائر. طائر شو أصلها؟ أصلها طائر ولا طاور؟ طبعا أصلها بجيبه إنه في عندي دليل، دليل بيحكم لي إنه شو أصلها يا الله. أصلها طارة يطير، في عندي يا الفعل المضارع يطير، إذا يا، إذا طائر مش أصلية، شو أصلها؟ أصلها طاير، في عندي يا. الياء إجت عينا لاسم الفاعل الثلاثي الأجوف، لأنه طارة ثلاث حروف أجوف، إذا العين إجت هاي الهمزة أو الياء وقعت عينا لاسم الفاعل الثلاثي الأجوف، فقلبنا هاي الياء اللي هي في طاير إلى همزة.
إعلان بالقلب، قلب الياء إلى همزة، نفس الكلام مكرر. أنا بأخذ أول مثال بفهمه، بطبق عليه جميع الأمثلة ما دام عندي اسم فاعل ثالث حرف في همزة على وزن فاعل ثالث حرف همزة، بنطبق القاعدة كلام مكرر، قاعدة مكررة لجميع الاسم الفاعل اللي ثالث حرف في همزة. تعال نشوف القاعدة بعدها. لاحظ انه انا بحكي لك قلب الواو او الياء همزة، اخذنا حالتين. الحالة الاولى حكينا اسم الفعل الثلاثي الاجور، لما يكون عندي افعال الاسماء اللي حكيناها قائم بائع فائز صائم قائب طائر، هاي كلها اسم فاعل. لاحظ انها جميعها اسم فاعل. لما احكي لك استخرج اعلال بالقلب، وما كان عندي الحالة الاولى اللي اخذناها اعلال اللي يكون فعل وسطه واخره الف، بروح على الحالة الثانية. شو هي الحالة الثانية؟ بحكي لي اسم فاعل يكون على وزن فاعل وثالث حرف فيه همزة. طب شو الحالة الثانية لانه اقلب الهمزة؟ الهمزة في لها كمان حالة، شو هي؟ بحكول الحالة الثانية إذا تطرفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة، يعني في عندي برضو همزة بعطيك أسماء آخر الاسم فيه همزة، لكن شرط هاي الهمزة تيجي بعد ألف زائدة. لاحظ إنه شو يعني ألف زائدة؟ سماء، تعال على كلمة سماء، لاحظ شو في عندي؟ عندي همزة قضاء آخرها همزة، شو يعني متطرفة؟ متطرفة يعني آخر الكلمة، هاي سماء آخر الكلمة، قضاء آخر الكلمة، جزاء بناء همزة في آخر الكلمة، هاي معنى متطرفة. طب شو معنى ألف زائدة؟ ألف زائدة يا جماعة معناها إنه أنا لما أجيب جذرها، تعال على سما و، جذر سما سما و، وين راحت الألف؟ الألف مش موجودة، إذن هاي ألف زيادة. قضاء أصلها قضايا، وين راحت الألف؟ الألف مش موجودة، إذن هاي ألف زيادة، هاي اسمها ألف زائدة. في عندي همزة، شو سبقها؟ سبقها ألف زائدة. شو المطلوب مني؟ المطلوب أعرف إنه هاي الهمزة شو أصل؟ شو أصل هاي الهمزة؟ طبعاً هنا في هاي الحالة بدك تعرف يا مس إنه في عندي عدة حالات أو عدة أنواع للهمزة. في عندي همزة منقلبة، في عندي همزة زائدة، في عندي همزة أصلية. لازم نميز شو نوع الهمزة هون. لكن أنا بهذا السياق بهاي القاعدة اللي بيهمني لما أحكي لك في طرف الواو والياء بعد الألف زائدة، اللي بيهمني بهذا السياق يكون أصل الهمزة منقلبة. اللي بيهمني أصل الهمزة منقلبة. طب كيف بدي أعرف والله الهمزة منقلبة؟ كيف بدي أميز الهمزة المنقلبة من الأصلية من الزائدة؟ بميز أنا بحكي لك بيهمني الهمزة المنقلبة. كيف بدي أميزها؟ عندي أكثر من حالة لحتى أميزها. من أحد هاي الحالات إنه أحكي لك إذا حذفنا هاي الهمزة، شوف بدي أحذف الهمزة من هاي الأسماء، راح يعطيك فعل ثلاثي. فعل ثلاثي يعني مفهوم واضح. سماء، احذف الهمزة بضل معك سماء فعل واضح. قضاء بضل معي الفعل قضى. تعال على جزاء بضل معك الفعل جزاء. بناء الفعل بنى. طب بعطيك فعل ماضي معناه واضح صريح. فبهاي الحالة بعرف انه هاي الهمزة زائدة، همزة منقلبة. ماشي شباب؟ كمان مرة، سماء قضاء جزاء بناء، في عندي همزة متطرفة، هاي نوع الهمزة المتطرفة لازم تكون منقلبة. طب كيف بدي اعرف انه هاي الهمزة منقلبة؟ كل بساطة إذا حذفنا هاي الهمزة وعطاني فعل صحيح، فعل له معنى، سماء سماء، قضاء فعلها قضى، دعاء فعلها دعاء، إذا هاي الهمزة منقلبة. عرفت إنه هاي الهمزة منقلبة. طبعا شو منقلبة؟ ما في حالات يا عم، حكينا منقلبة إما عن واو أو ياء، ما عندي حالات تانية. لما تكون اسم فاعل، لما تكون همزة زائدة تطرفت الواو أو الياء بعد ألف زائدة، اعرف إنه هاي الهمزة أصلها يا واو يا ياء. كيف بدنا نطبق إذا عرفنا؟ ركز معي شو بدي اعرفه هون. بس بدك تعرف لي انه هاي الكلمات، لاحظ انه سماء اجت همزه قبلها الف زائده، قضاء همزه قبلها الف زائده، جزاء همزه قبلها الف زائده، بناء همزه قبلها الف زائده، لاحظ انه في نهايه الكلمه. طيب لما نحذف هاي الهمزه شو بيعطيني؟ كيف بدي اعرف انها منقلبه؟ كيف بدي اعرف عن شو انقلبت؟ انه هاي الهمزه منقلبه مش زائده ولا اصليه، انه لما احذفها راح يعطيني فعل صحيح. تعال على التطبيق. لما يحكوا لي بين الإعلان، بين الإعلان في الكلمات الآتية. عندي كلمة سماء، لاحظ إنه أنا لما أحكي لك الأصل الدليل سبب الإعلان ونوع الإعلان ما تغير من بداية الدرس، لأنه هاي القواعد الأساسية في معرفة شو نوع الإعلان أو شو حالة الإعلان بأي قاعدة أنا بشتغل بالإعلان. لاحظ على كلمة سماء، سماء بحكوا لي أصلها سماء. طب كيف عرفت؟ احنا متفقين انه الهمزه اما اصلها، احنا متفقين انه هاي الهمزه بما انها جايه بعد الف زائده اصلها اما واو او ياء. طيب شو اصلها هون سماء؟ والله مكتوب لي هون اصلها واو. طب كيف عرفت انه اصلها واو؟ لانه لما اجينا دليلنا المعروف اللي هو الفعل المضارع سما يسمو،
لاحظ انه الواو هون انقلبت الى او الواو قلبت الى الف، او اصل الالف عندي هو واو. طيب اسف، لاحظ انه انا بحكي لك انه اصل الهمزه قلبت الى واو. اذا نحكي عن سماء، نرجع نكرر نعيد، سماء اصلها في عندي همزه، الهمزه مطلوب مني اعرف شو اصلها، واو او ياء. لما جبت المضارع حكينا يسمو، لاحظ اخر حرف طلع معي واو، اذا الواو هاي هي اصل الهمزه. الواو اللي عندي هنا، الواو الموجوده عندي هون هي اصل الهمزه اللي هون. طيب ما دام اصل الهمزه اللي هون معناته هاي الهمزه مش اصليه، شو اصلها؟ اصلها واو. شيل الواو من هون وحط لي اياها وين؟ هون. سماء شلنا الهمزه اصلها واو. شو اللي صار عندي؟ طيب ليش انه عملنا سماء وليش حولت لي هاي الواو لهمزه؟ ليش الواو قلبت الى همزه؟ ليش اصل الواو كان همزه؟ ليش اصل الهمزه كانت واو ولما اجينا رجعناها للكلمه الاساسيه رجعناها همزه؟ شو السبب؟ السبب بيحكوا لي انه الواو هون تطرفت بعد الف زائده، مش اتفقنا انه هاي الالف اللي هون اسمها الف زائده؟ هاي الالف الواو تطرفت بعد الف زائده، بس هاي السبب. السبب انه هاي الواو اجت بعد الف زائده، لذلك قلبنا الواو الى همزه. هاي كل القاعده. الواو تطرفت، شو يعني تطرفت؟ اجت بالاخر، سبقها الف زائده، فقلبنا الواو الى همزه. نطبق على مثال ثاني، دعاء. دعاء يا جماعه اصلها دعاي ولا دعاو؟ اصلها بحكوا لنا لحتى نعرفها دعا يدعو، مضارعها واو. اذا بنشيل الهمزه من هون، بدنا نشيل الهمزه ونكتب هون، شو بدنا نكتبها؟ دعاو. دليل دعا يدعو، الواو لاحظ انه الواو والهمزه اصلها واو، اصل الهمزه عندي واو. شو اللي صار؟ اللي صار انه هاي الواو تطرفت بعد الف زائده، الواو اجت وقعت بعد الف زائده، فقلبنا الهمزه الواو الى همزه. مثال اخر، القضاء. تعال على كلمه القضاء. القضاء اصلها بحكوا لي قضاي، طب ليش اصلها قضاي؟ ليش مش قضاء؟ برضه بالدليل، الدليل بحكي لي قضاء يقضي، لاحظ انه قضاء يقضي، اذا هاي الهمزه، هاي الهمزه شو كان اصلها؟ اصلها ياء، بدليل المضارع قضاء يقضي. اذا لما اجي اكتب لك اصلها، اصلها حكينا الاصل بتخلي لي الكلمه مثل ما هي، بتشيل هاي القاعده اللي انا بشتغل عليها، بشتغل على الهمزه، شو اصلها كان؟ اصلها كان ياء، برجع الياء، برجع اصلها هو هو. شو صارت؟ قضاء. طب شو اللي صار معي؟ ليش حولت لي الياء قلبت لي اياها لهمزه؟ لانه الياء تطرفت، شو يعني تطرفت؟ اجت بالاخر وسبقت بالف زائده، هي تطرفت بعد حرف بعد الف زائده، فقلبنا هاي الياء الى همزه. طبعا نوع الاعلال اعلال بالقلب، فيها كلها اعلال بالقلب، قلبنا الياء الى همزه، لاحظ انه هون صرنا نقلب، بطلنا نقلب من حرف عله لحرف عله اخر، قلبنا الياء الى همزه. بناء، اصلها شو اصلها؟ بناي ولا بناء؟ نيجي على الدليل، الدليل بيحكي لي بنا يبني، لاحظ المضارع بنا يبني، شو اخرها؟ اخرها ياء. اذا هون بنشيل الهمزه وشو بنحط؟ بنحط ياء. طب علم، ليش يا عمي قلبنا الهمزه؟ ليش قلبنا الياء الى همزه؟ لانه تطرفت الياء، لاحظ انه تطرفت الياء في بناي وسبقت بالف زائده فقلبت الياء الى همزه، قلبنا الياء، لاحظ هون احنا بنقلب بالياء الى همزه. تعال على كلمه غناء. غناء نفس القاعده، انا بكرر القواعد. غناء اصلها غناي، طب ليش؟ لاحظ انه هون انا مش كاتب لك المضارع، لاحظ هون اخذت المضارع، هون اخذت المضارع، لكن هون نفس الفعل نام، ما اخذنا نام ينام طلع معي؟ لا، غناء نفس الشيء. لما اجي احكي لك المضارع من غناء يغنى، لاحظ انه ضلوا الف، يغنى انتهت بالف، طب الالف ما انقلبت، شو بعرفني شو اصلها؟ بروح باخذ اخذت هون مجردها، او خذ الفعل الماضي منها، غنى يا. اذا هون شو بتصير في عندي؟ فيها ياء، الياء هون هي الاصليه، اذا هون بنشيل الهمزه شو بنحط فيها؟ بنحطها ياء، القاعده هي تطرفت الياء بعد الف زائده فقلبت الياء الى همزه، نوع الاعلال اعلال بالقلب طبعا، قلبنا الياء الى همزه.
إذا بتحكي لي القاعدة، القاعدة بتحكي لي إذا كان في عندي ألف صار في عندي قاعدتين، لاحظ قلب الواو أو الياء إلى همزة فيها قاعدتين، إما بتكون بحالة اسم الفاعل الثلاثي الأجوف، لما يكون عندي اسم فاعل على وزن فاعل ثالث حرف همزة، إذا هاي اسم فاعل ثلاثي أجوف الهمزة إما منقلبة عن واو أو ياء. كذلك إذا كان في عندي اسم انتهى بهمزة صدقة بألف زائدة زي سماء صفاء قضاء بناء، كذلك إنه راح تكون هاي الهمزة إما واو أو ياء. المطلوب مني أعرف إنه أصل الهمزة واو أو ياء، والسبب التعليل بنحكي تطرفات الواو أو الياء بعد ألف زائدة فقلبت إلى همزة. إذا هون الإعلال خلصنا القاعدة رقم 2، لكن في عليها ملاحظات مهمة. شو هي هاي الملاحظات؟ الملاحظات يا جماعة الخير إنك بدك تميز لي الهمزة، مش حكينا الهمزة لها عدة أنواع؟ اكتب معي اكتبها، ما دام ملاحظات كتير مهمة. في عندي الهمزة ثلاث أنواع، إما همزة أصلية أو همزة منقلبة أو همزة زائدة. أنا شغلي بالإعلال بالهمزة المنقلبة، إذا كانت الهمزة منقلبة شغلي فيها بكون فيها إعلال، بس والله ما كانت منقلبة كانت زائدة أو كانت أصلية ما عندي شغل فيها. طب كيف بدي أميز؟ حكينا كيف نميز، حكينا أنا بهمني الهمزة المنقلبة. الهمزة المنقلبة حكيت لك يا عمي لما تحذفها الهمزة هاي بضل عندك فعل ثلاثي له معنى زي سماء وقضاء وجزاء، لما نحذفها بضل عندي فعل ثلاثي له معنى، هاي بتكون همزة منقلبة. كيف بميزها الهمزة المنقلبة؟ بحذف الهمزة بضل عندي فعل ثلاثي. حتى في لها طريقة تانية، إنه لاحظ إنه إحنا لما نقلبها لما نحول للمضارع، لاحظ إنه لازم يطلع معاي فعل بآخرها حرف علة، بيطلع معاي فعل آخره حرف واو أو ياء، إذا هاي همزة منقلبة. طيب الثانية تعال على كلمة شعراء. شعراء لما أجي أحكي لك إنه تعال نحذف الهمزة، مش إحنا اتفقنا إنه نحذف الهمزة ويعطيني فعل له معنى؟ تعال نحذفها، هل إنه لما أحذفها بعطيك معنى؟ أعطاك معنى؟ طب صحراء لما حذفتها أعطاك فعل؟ طب شقراء لما حذفناها أعطانا معنى؟ كمان ما أعطانا معنى. الحالة هاي إذا حذفنا الهمزة وأعطاك ثلاث حروف صحيحة، لاحظ ما فيهم حروف علة، أعطاني ثلاث حروف صحيحة، أعطاني فيها ثلاث حروف صحيحة، بهاي الحالة الهمزة بتكون زائدة. كمان مرة، هاي الكلمات ما فيها إعلال. شو السبب إنه ما فيها إعلال؟ السبب إنه أنا بحكي لك الإعلال لما يكون في عندي إعلال ويكون معي همزة، شرط الهمزة تكون منقلبة. لكن هون الهمزة ما إجت منقلبة، الهمزة إجت زائدة. شو دليلي على إنها زائدة؟ لأنه أنا لما أحذف الألف والهمزة هون بعطيني ثلاث حروف صحيحة بس ما لها معنى، ما أعطاني فعل له معنى. إذا هاي الكلمات ما بيكون فيها. طبعا هاد حفظ، هذا يا جماعة لازم نحفظه. سؤال الوزاري علل، كلمة شعراء لا يوجد فيها إعلال، كلمة إنشاء لا يوجد فيها إعلال، هدول الأمثلة حفظ مطلوب منك تحفظها. شعراء وصحراء وشقراء ما فيها، شو السبب؟ السبب انه ما فيها اعلال لانه هاي الهمزه زائده ليست منقلبه. انا شغلي بالاعلال مع الهمزه المنقلبه. شعراء ما انقلبت، صحراء ما انقلبت، شقراء ما انقلبت، بالتالي اذا ما عندي فيها اعلال لانه لازم يكون في عندي اعلال. لاحظ لما حكيت لك كلمه بناء يبني، الياء انقلبت، قلبنا الياء الهمزه الياء الى همزه. كلمة صفاء يصفو، الواو قلبت إلى همزة، هاي فيها إعلال بالقلب. شعراء وين الإعلال؟ ما في، يعني إنه هل الهمزة هاي قلبناها لحرف؟ لا، ضلت هيها حروفها صحيحة ما فيها أي حرف علة، ما قلبنا أي حرف علة، إذا بالتالي هاي لا يوجد فيها إعلال لأنها همزة زائدة. طب هدول الكلمات إنشاء إملاء ابتداء كمان ما فيها إعلال بس مش زائدة، لانه هون لما انا جيت حذفت الالف والهمزه اعطاني ثلاث حروف صحيحه، ضل معي ثلاث حروف صحيحه، بينما هون لما اجي احذف الالف والهمزه ما بعطيني معنى. لاحظ انه ما بضل معي معنى، انش ام ابتد ما اعطاني معنى. طب شو بدنا نعمل فيهم بهاي الحاله؟ هاي الحاله معناته لا هي همزه منقلبه ولا همزه زائده. شو نوعها؟ تعال ناخذ جذرها او مجردها، نشاء ملأ بدأ، ما دام فيها اخرها، لا ركز معي شو اخرها، همزه،
هاي الهمزة أصلية ما اختلفت، لاحظ إنه الهمزة سواء كانت في الاسم أو رجعنا لها مجردها ضلت الهمزة موجودة. إذا هاي كلمات كمان ما فيها إعلال، شو السبب؟ السبب إنه الهمزة أصلية ما انقلبت، الهمزة عندي أصلية ما انقلبت، ضلت مثل ما هي ما قلبناها لا واو ولا ياء، ضل عندي همزة. شباب هذول الكلمات لازم نحفظهم حفظ، مجرد سؤال بيجي عليهم بين أو علل، لا يوجد إعلال في هاي الكلمات، إما بدنا نكتب لأنها همزة زائدة أو بدنا نكتب همزة أصلية. هاي المطلوب منك في هاي القاعدة. عدا ذلك الكلمات اللي أخذناها هون هاي كلها كلمات فيها إعلال، لأنه لاحظ إنه الهمزة انقلبت، كانت منقلبة إما عن واو أو عن ياء، لكن هذول الكلمات ما فيها لا إعلال بالقلب، لأنه الكلمة إما بتكون همزتها أصلية أو همزتها زائدة. القاعدة اللي بعد هيك يا جماعة قاعدة قلب حرف المد الزائد الواو الياء الألف في المفرد المؤنث همزة إذا وقع بعد ألف صيغة وانتهى الجمع. عنوان طويل، لو أنت بدك تقرأ العنوان بدك تحكي كم معلومة بمعلومة موجود بهالعنوان، مع أنه يمكن أسهل عنوان اللي أخذناها، يمكن قاعدة رقم 3 أسهل من قاعدة رقم 1 و 2. شو المقصود فيها؟ نبلش نشرح كلمة كلمة. مقصود فيها قلب حرف المد الزائد الواو الياء الألف في المفرد المؤنث همزة. لاحظ أنه في عندي قلب برضو، القاعدة بتحكي لي عن قلب، في عندي قلب حرف مد. حروف المد شو هم حروف المد؟ الواو الياء الألف. هاي لاحظ أنه هون دخل معي الواو الألف، لاحظ أنه هون دخلنا الألف. هم بيحكوا لك الواو أو الياء أو الألف بدنا نقلبها، هاي الواو الياء الألف بدنا نقلبها، بس هالمرة لشو بدنا نقلبها؟ بدنا نقلبها لهمزة. لاحظ أنه دخلنا الألف بالموضوع، كنا نحكي عن الواو والياء باسم الفاعل ثلاثي الأجواف والهمزة المتطرفة، لكن هون دخلنا الألف، كمان دخلنا هون حرف الألف. إذا كان عندي حرف مد زائد سواء كان واو أو ياء أو ألف وجينا بالمفرد تاعه، طبعا كيف أعرف إنه شو هو هذا حرف المد؟ لما نيجي نأخذ المفرد منه في صيغة منتهى الجموع. طب شو معنى صيغة منتهى الجموع؟ صيغة منتهى الجموع يا جماعة هي عبارة عن جمع، جمع فيه له طبعا وزن محدد اللي هي كلمة فعائل. لاحظ أنا كل هالقاعدة، كل هالقاعدة بتحكي عن صيغة منتهى الجموع، إذا فهمت أنا شو هي صيغة منتهى الجموع بكون فهمت القاعدة. صيغة منتهى الجموع كلمة أو جمع، اسم جمع على وزن فعائل. فعائل لاحظ إنه شو هاي، لو بدي أجي أشرحها، لاحظ إنه هذا الوزن فعائل، في عندي ألف بالوسط، شايفين هاي الألف بالوسط، قبلها حرفين وبعدها حرفين. كيف بعرفها هاي صيغة منتهى الجموع؟ فعائل كلمة وسطها ألف، سبقها حرفين وإجا بعديها حرفين. أو ممكن نحكيها فعائل جمع، اسم جمع، لا إجاني رابع حرف همزة. المهم إنك تميز، المهم تعرف لي إنه هاي الكلمة بتيجي على وزن فعائل هي صيغة منتهى الجموع، إما بتكون في عندي ألف بالوسط وسبقها حرفين وإجا بعديها حرفين، أو إنه اسم جمع بيجي رابع حرف همزة. مثال على ذلك رسائل، لاحظ هاي الألف عندي رسائل سبقت بحرفين وإجا بعديها حرفين. نصائح برضو في عندي ألف سبقت بحرفين وإجا بعديها حرفين. ركائب لاحظ إنه إجا في عندي ثالث حرف رابع حرف إجت الهمزة. هاي الكلمات هي عبارة عن صيغة منتهى الجموع، هي عبارة عن اسم جمع في عندي فيها ألف، شايفين هاي الألف؟ هاي الألف بنحكي لها ألف صيغة منتهى الجموع، هاي الألف اللي هون ركائب نصائح رسائل هاي بنحكي لها ألف صيغة منتهى الجموع. طيب شو المطلوب مني؟ المطلوب مني نفس اللي أخذناه، نفس اللي أخذناه، تعرف لي هاي الهمزة، مش إحنا بنحكي عن الهمزة، تعرف لي عني شو نوع الهمزة؟ إذا عرفت لي شو نوع الهمزة نفس الشيء بدك تكمل الجدول على نفس الموضوع. طيب كيف بدي أعرفها؟ هون بدك تركز معي وتفتح مخك. كلمة فعائل هون ما يكون في عندي صيغة منتهى الجموع ما بدي أرجع للمضارع، هون الحالة المضارع ما بتهمني، لو بدي أجيب المضارع والمصدر ما راح يفيدني نهائيا. هون بدك تحفظ مفتاح معرفة أصل الهمزة المفرد، بدك تجيب لي مفرد، عشان بحكي لك كلمة جمع بدك ترجع لي هذا المفرد. ما بتعرف شو أصل هاي الهمزة إلا إذا رجعتها للمفرد. إذا هون القاعدة ركز فيها، ركز معاي إنه لازم نستخدم المفرد، ما بجيب المضارع، هون مفتاحي هو المفرد عشان نعرف شو أصل الهمزة. وأصل الهمزة لازم يكون إما ياء أو واو أو ألف. لاحظ إنه لما أخذنا اسم الفاعل وأخذنا الهمزة المتطرفة ما أخذنا ألف، لكن هون بدها تدخل الألف، راح تدخل معي بصيغة منتهى الجموع، يعني أصل الهمزة إما بده يكون واو أو ياء أو ألف، هناك كان بس واو أو ياء. طيب نيجي نطبق. إذا عرفنا حرف المد الزائد اللي هو لما أنا أجيب المفرد لازم يطلع معي إما واو، لما نجيب
مفرد كلمة صيغة منتهى الجموع بيطلع معي واو أو ياء أو ألف بالمفرد. هذا المفرد لازم يكون في عندي حرف من هدول الحروف، وإحنا هذا الحرف هو اللي قلب إلى الهمزة في صيغة منتهى الجموع. حكينا عن صيغة منتهى الجموع لحتى أعرف شو أصل الهمزة ما إلي غير المفرد. تعال نطبق. أول مثال عندي خمائل. خمائل يا جماعة صيغة منتهى الجموع، دليلي إنه هاي سبقها حرفين وإجا بعديها حرفين، إجت الألف بالوسط، أو إنه على وزن فعائل ورابع حرف إجا عندي ألف. طيب مطلوب مني أعرف أصل الهمزة، مش إحنا أصلها يعني إن نشيل الهمزة وحط لي الأصل مكانها. تعال نشيل الهمزة، شو بدنا نحط مكانها؟ بدنا نحط أصلها. طب شو أصلها؟ من وين بدي أجيبه؟ أجيب الفعل المضارع منه؟ دير بالك الفعل المضارع ما بستفيد منه بهاي الحالة نهائيا. هنا مفتاحي لحتى أعرف أصل الهمزة هو الياء، هو المفرد، هو المفرد، دير بالك. طيب تعال على خمائل، مفردها خميرة، مفردها خميرة. تعال معي شوف هون، شوف في طلع معي، طلع معي ياء، طلع معانا هون حرف الياء، معناته أصلها هون. تعال شيل الياء، شو بتحط اللي مكانها؟ شيل الهمزة اللي هون وحط مكانها الياء، لأنه هاي الهمزة طلعت مش أصلية، طلع أساسها ياء. طب شو دليلك؟ شو عرفك؟ عرفني مفتاحي، مفتاحي اللي هو المفرد، المفرد لما جبت طلع معي خميلة. إذا هاي الياء الهمزة عبارة عن ياء، بشيل الهمزة وبحطها ياء. طب شو السبب؟ ليش حولت لي هاي الياء للهمزة؟ ليش قلبت لي إياها لهمزة؟ والله بحكي لي لأنه تعال شوفها خمائل، لاحظ إنه الياء إجت بعد إنه هذا الياء اللي هو حرف متزائد، هون نحكي عنه حرف متزائد، إجا هذا الياء بعد ألف صيغة منتهى الجموع. طب ما هي صعبة، إنه والله صعبة إنه ألف مع ياء يجتمعوا التنتين مع بعض باللغة العربية. بدنا نخففها، نخفف عند النطق لحتى أخفف النطق فيها، يصير أسهل النطق علي. ما دام عندي، لاحظ إنه عندي حرف المد الياء هذا الزائد، إجا بعد ألف، هاي الألف اللي اسمها صيغة منتهى الجموع لأنها على وزن فعائل. فشو عملناها؟ إجت هاي الياء بعد ألف صيغة منتهى الجموع، فقلبناها هاي الياء لهمزة. اللي عملناه إنه قلبنا الياء لهمزة لحتى يصير في عندي خفة بالنطق. شو دليلي ليش قلبتها؟ ليش إجت أصلها ياء؟ لأنه مفردها خميلة. أعيد كمان مرة، شو سبب إعلالي؟ إعلالي يا جماعة شايفين هاي الياء؟ هاي الياء إجت حرف مد، هي عبارة عن حرف مد زائد، وقع بعد ألف، هي هالألف ألف صيغة منتهى الجموع، فقلبنا الياء إلى همزة. شو نوع الإعلال عندي؟ بحكي لك قلبت، قلبت الياء لهمزة، إذا إعلال بالقلب اللي هو قلبنا الياء إلى همزة. تعال نعمل مع بعض ركائب. ركائب مفردها ركوبة، أنا هون بشتغل بالمفرد، ما بيهمني المضارع، ما إلي دخل بالمضارع، ما بجيبه هون، ما إله أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد. مفردها ركوبة. ركوبة لاحظ إنه في عندي حرف هون، حرف شايفينه هون، في عندي حرف الواو، هذا حرف الواو. إذا أصلها هاي الهمزة مش همزة، أصلها واو، شيل الهمزة من هون وحطها، شو صار أصلها؟ ركاوب. طيب شو اللي صار؟ ليش هاي الواو حولت إياها لهمزة؟ والله حولتها لهمزة لأنه الواو، لاحظ إنه حرف المد الزائد الواو إجا بعد ألف، فيها صيغة منتهى الجموع، حرف المد الواو وقع بعد ألف صيغة منتهى الجموع، فقلبنا هاي الواو إلى همزة. القاعدة هي هي، في عندي حرف مد زائد إما بيكون ألف أو واو أو ياء، وقع بعد حرف الألف صيغة منتهى الجموع، فقلبنا الألف أو الواو أو الياء إلى همزة. نأخذ مثال على الألف، سحائب رسائل. تعال نشوف نجرب سحائب ورسائل. سحائب مفردها، هاي شوف شو مفردها، سحابة. إيه وين حرف العلة؟ هي ألف، ما طلع معي لا واو ولا ياء، طلع معي ألف. طب هاي الألف شو بنعمل فيها؟ ما دام هيك شيل الهمزة، مش أنا بحكي لك أعطيني أصلها، أصلها يعني شيل الهمزة وحط لي أصلها، أصلها ألف، آه بحط الألف يصير عندي ألفين، آه بصير في عندي ألفين، هاي ألف وهي ألف، هاي الألف في اللي هي أصل الهمزة. شو صارت؟ سحاب، مفردها سحابة، من المفرد الألف، إذا في عندي ألف هون، إذا أصل الهمزة ألف، مفردها سحابة، أصلها سحاب. طب شو اللي صار؟ اللي صار عندي إنه هاي الألف حرف المد الزائد، هذا الألف أو الثاني، وقع بعد ألف صيغة منتهى الجموع، هي عندي حرف الألف وقع بعد ألف صيغة منتهى الجموع، فقلبنا هذا الألف إلى همزة. إعلال بالقلب، قلبنا الألف إلى همزة. تعال نجرب رسائل. رسائل شو مفردها؟ مفردها رسالة. شو أصلها؟ في عندي رسالة في ألف. طب شو أصلها؟ شيل الهمزة، شو بدك تحط مكانها؟
يا واو اكيد بدنا نحط الف لانه مفردها رساله فيها الف. اذا شو اصلها بصير رسال. طب شو اللي صار عندي؟ في عندي حرف المد الزائد الالف، شو عملنا فيه؟ عملنا فيه انه قلبنا هو وقع حرف المد الزائد الالف بعد الفها، بعد الف صيغه منتهى الجموع، فقلبنا هاي الالف في رسال الى همزه، فصارت عندي رسائل قلبنا الالف الى همزه. طبق لحالك مس، عندك كلمه عجائب حدائق بسرعه نعملهم. عجائب حكينا عجائب اصلها عجائب، طب ليش؟ لانه والله مفردها عجيبه. هاي شو طلع؟ شو الحرف العلي اللي عندك موجود؟ عندك ياء. اذا نشيل الهمزه من هون نحط لي اياها ياء، صارت عجائب. طب حدائق مفردها حديقه، اذا شو اصل الهمزه؟ ياء. اذا اصلها حدائق، اصلها حدائق. طب شو اللي صار عندي يا مس؟ اللي صار بكل بساطه انه اجى عندي حرف المد الزائد الياء بعد الف صيغه منتهى الجموع، فقلبنا هالياء الى همزه. كذلك بحدائق مفردها حديقه، قلبنا حرف المد الياء اللي وقع بعد الف صيغه منتهى الجموع الى همزه. هذا هو الاعلال بالقلب بالنسبه لصيغه منتهى الجموع. سهل، مطلوب منك بس انك تحفظ لي القاعده. اذا حفظنا القاعده فهمناها بعدين حفظناها، طبق الامثله الموجوده بالكتاب كلها، هي الامثله المكرره وزاريا. في عندي ملاحظه مهمه جدا جدا، تعالى كلمه مسائل. مسائل لما نقراها والله هاي على صيغه منتهى الجموع صح؟ مسائل صح. طيب هل الهمزه هاي، هاي همزه منقلبه؟ هل اصل الهمزه هاي واو او الف او ياء؟ لاحظ انه هاي ما فيها اعلال، الكلمه هاي مسائل ومعايش ما فيهم اعلال. طب شو السبب؟ ليش هاي سحائب ورسائل وعجائب وحدائق فيهم اعلال ومسائل ما فيها اعلال؟ السبب بكل بساطه، هون لما اجيت اخذت مفرد سحائب طلع معي حرف عله، عجائب طلع معي حرف الياء، حدائق طلع معي حرف الياء، رسائل طلع معي حرف الالف. بس مسائل لما اجيت اخذت المفرد منها شو طلع معي؟ تعال عليها مسألة. وين حرف العلة؟ عندك حرف علة؟ لاحظ انه الهمزة اصلية، الهمزة اصلية بالتالي ما فيها اعلال بالقلب. لا هاي همزة اصلية، اذا هون بجيب لي سؤال علل علل كلمة مسائل ما فيها اعلال بالقلب. السبب انه الهمزة عندي اصلية، لانه لما جبت مفردها مسألة ظلت الهمزة مثل ما هي، ما انقلبت لا لواو ولا ياء ولا الف. وكذلك معايش برضو هاي ما فيها اعلال بالقلب. السبب لانه لما اجي على كلمة معايش جمع مفردها معيشة، لاحظ انه الياء اصلية كمان، انا ما جبتها ما انقلبت عن حرف، الهمزة ما كانت منقلبة عن شيء، لا هاي الياء اصلية. هذول الجملتين او الكلمتين بدنا نحفظهم لانه سؤالهم بيكون واضح وصريح بالوزاره. ما علل كلمه مسائل او معايش، لا اعلام، لا يوجد فيهما اعلام. طبعا لهون بنكتفي بالشرح. نركز يا جماعه على الاعلال بالقلب، سؤاله او اسئلته مكرره في كل سنه من سنوات الوزاره، سواء كانت على الدوره العاديه كانت الصيفيه او الشتويه او على الدوره الاساسيه او التكميليه. ركز على امثله الكتاب لانه الامثله الموجوده، الاسئله الموجوده عندي، اسئله الكتاب كافيه لحتى تفهم هذا الاعلام. ومعظم الاسئله الوزاريه هي من داخل الكتاب، من نفس الاسئله، نفس نمط اسئله الكتاب. ركز على اسئله الكتاب، نحاول نحلها جميع الأمثلة. حاولت أحط أكبر قدر ممكن من الأمثلة لحتى نطبقها الموجودة بالكتاب، لكن برضو أنتوا ارجع وحل الأمثلة جميعها الموجودة بالكتاب، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا واستوعبتوا معنى الإعلال بالقلب. بنكمل في المرات القادمة، ويعطيكم ألف عافية.